يسعد مساكم، رح نصلي مع بعضنا ونبلش. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا، المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ورازق الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. أهلا وسهلا بالجميع، أنا كثير مبسوط بهاللقاء. نشكر الله أنه في وسائل نقدر نلتقى فيها وقت الظروف عم تكون معيقة لهاللقاء. إن شاء الله ما بتطول بقى هالمحنة لحتى نرجع كلنا لنشاطاتنا وترجع مدرسة الموسيقى تجتمع وجوقة الأبرشية وكل بقية النشاطات المباركة. مثل ما عرفتوا من الأستاذ توني أنه اليوم رح نحكي عن الأفتوملات، الأوزان الموسيقية. وطبعاً كلكم تلاميذ موسيقى ومرتلين وبتعرفوا انه بكتبنا الطقسيه كلها سوا، المناون، المعزي، البنديكوستاري، مليانه بقطع بيكون مكتوب عليها باللحن الفلاني ودغري بعد منه، مش ضروري كل القطع بس في قطع كثير مكتوب باللحن كذا وزن كذا. هذا الموضوع بدنا اليوم نحكي عنه ان شاء الله بهالوقت المحدود، نقدر يعني ربنا يقدرني اعطيكم افكار مفيده وعمليه لكم. اول شيء خليني انطلق من تعريف هالكلمه هيدي. باليوناني افتوميلون هي قطعه ترتيله اصليه الوزن، فنحن عربناها اصليه الوزن. وحتى بالكتاب الطقسي بتشوفوا احيانا بدل ما يكتبوا لحن كذا وزن كذا يقولوا لحن كذا اصليه الوزن، معناتها هيدي هي القطعه الاساسيه. حسب طريقه اللغه اليونانيه بالتعبير بس نقول افتوميلا بتكون جمع افتوميلون. نحن بالعربي ما بترن بدينتنا افتوميلا جمع، فبنقول الافتوميلات لانه الف ت هي جمع التانيث عندنا، مشان هيك بنحب نستعملها. الافتوميلون فاذا هي الترتيله اصليه الوزن. أصلية الوزن معناتها هيدي أول وحدة من السري إجا نظمها أحد ناظمي التسابيح. هلأ بيمرق كمان معنا بالحديث شو يعني ناظم تسابيح ومين بيكون. بعدين إجا واحد تاني أو هو نفسه وقت عم بيلحن خدمة تانية أخذ نفس الوزن ونظم قطعة تانية وتالتة ورابعة وكرت المسبحة. في بعض الأوزان عليها آلاف التراتيل، وفي أوزان عليها أقل، مش شرط يعني في أوزان مشهورة أكثر من أوزان. المهم التراتيل التي تنظم على هالأفتوميلون هيدي بتكون هي كمان على نفس الوزن، كمان بتكون قطعة لها وزن شعري، ولكن ما بنعتبرها هي أصلية بس نقول تقال على وزن تلك القطعة. فينا نسميها طروبارية، إجمالا بنسموها طروبارية القطعة اللي تنظم على أساس الأفتوميلون. قبل ما أعبر عن هالتعريف هذا بدي أأكد لكم أو أوضح لكم شغلة، أنه بس أقول وزن عن ترتيلة معينة معناتها عم بحكي عن وزن شعري، إيقاع شعري. كيف أنتم بالعربي دارسين أنه في شيء اسمه بحر البسيط وبحر الطويل وبحر الوافر، كلهم أسماء عنا وكل واحد منهم في عنده تفعيلات أو تفاعيل معينة. هلأ الشعر الأجنبي يوناني أو أي لغة أجنبية تانية إجمالاً ما بيعرفوا التفاعيل، نظام مختلف. ليش؟ لأنه هنا عندهم كثير غنى بالأحرف الصوتية بالفويال، بينما بالعربي في عندنا ثلاثة بس، ثلاثة قصار وثلاثة طويل، بينما الأجانب عندهم خمسة وإجمالا كله طويل عندهم. وبالتالي هالوفرة هيدي بالأحرف الصوتية بتساعد على انه يعتمدوا على السيلاب. هن بالنسبه لهم بتاخذ انت هالوزن بتشوف كم جمله فيه، ما في عندهم ابيات مثل عندنا. نحن بنقول هالقصيده سبع ابيات او عشر ابيات او اللي هو، هن بيقولوا هالوزن سبع جمل، خمس جمل، عشر جمل الى اخره. اول جمله فيها مثلا عشر سيلابات، ثاني جمله تسعه، ثالث جمله 13 الى اخره. بالسرياني كمان الاشعار السريانيه كمان بيعتمدوا السيلاب بطريقه من الطرق. هلا طبعا لكل ادب بلغه معينه خصائص
ما أنا شغلتنا على نحكي عنها، بس حبيت أقول المشترك بين أوزان الشعر لغير عربية هو إنه بتعتمد عدد السلاب أي المقاطع اللفظية. لحتى نوضح أكثر خلينا نشوف بالشعر العربي كيف يعني كيف بيختلف. بالشعر العربي ما بجي أنا بقول مثلا إذا قلت بيت شعر بقعد عد شو في مقاطع لفظية تعرف الوزن، لا عم بحكي عن العربي الفصيح، بينما العربي الدارج مبلع على المقاطع اللفظية. يعني بس تقول مثلا الرادي، مثلا الزجل الرادي هي أكثر وزن معروف، يعني في عندك شطرين صدر وعجوز، وكل شطر في 7 مقاطع لفظية، هيك تيكون الرادي. وفي غير أوزان كمان عن الدارج. أما عن الفصيح فعندنا التفاعيل، مفردها التفعيلة يلي أكيد كلكم مرئين عليها. وبالمعجم العربي بس تفتش عن معنى كلمة تفعيلة بيقول لك هي كلمة وضعت ليوزن عليها الشعر. تنعطي أمثلة هيك بس من باب التذكير والتوضيح. تناخد تفعيلة فعول، أعطيت كذا كذا كلمة بيجوا على هالوزن. مثلا أنتوا إذا بدكم تعدوا الحركات، هن بيعدوا الحركات والساكنات، بتشوفوا حركة 2 3، يعني أول حرف والثاني والرابع، الثالث والخامس هن ساكنين، يعني متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن. أنا إيش بدي من هودي؟ بدي أنا الإيقاع اللي بسمعه بدي نيه فعول. فيني جيب لكم 2000 3000 كلمة على فعول. مثلا أتيت، شو بدي أنا بالحروف الفاء والعين والواو؟ أنا بهمني الرنة اللي عم تطلع. اللي منكم بيدرس إيقاع بيعرف شو الضم وشو التك وهيك، فهيدي أنا فيني حولها إيقاع تتم تم، وحط الحروف اللي بدك إياها، المهم تجي على تتم تم فعول. أتيت إليه منايا هلموا وهلم جرا، هيدي تفعيلة. مثلا تفعيلة تاني متفاعل، هي كثير مشهورة بالشعر العربي، من التفعيلات اللي مستعملة قديما وحديثا، وبتلبق لعدة مواضيع من أهمها الحماسي والفروسية والفخر وهول الأشياء. المهم مثلا أزالنا تتم تتم متفاعل، تتم تتم ركبوا عليها بلا باقة. مثلا فيهم يكونوا كلمتين، مش ضروري كل تفعيلي كلمة واحدة، كلمة طولت بتفعيلي كلمة فيني حط كلمتين أو كلمة ونص، المهم أنه بالنتيجة اسمع الإيقاع. غدروا به أتقول لا، لاحظوا إذا أنتم ما انتبهتوا على الإيقاع ما بيخطر على بال القارئ العادي أنه هودي موزونين، لأن بيكون عم يفكر بالمعنى تبعهم عن اللباقة وعن الغدر وعن ليش عم تقول إيه وعم تقول لا وإلى آخره. بالحقيقة يلي بيهمه نظم الشعر وإيقاع الشعر ما بيهتم بس بالكلمة، بيهتم بإيقاعه. مثل تمام اللي بيسمع غنية هو ما بيعرف إيقاع، بينتبه بس على نغمتها، بيحب نغمتها وبيتحمس له هيك، بس اللي بيفهم بالإيقاع بيكون عم يشوف شو في وراء النغمة من ضربات خفية على الآلات الإيقاعية، وبيصير يحرك صابعه ويدق عليهم. هذا اللي عم بحكي عنه، الوزن الخفي بالشعر يلي هو موجود بالعربي وبكل لغات العالم. بس مثل ما قلت لكم عندنا نحن نظام الإيقاع هو تفعيلات، نظامهم هن المقاطع اللفظية. آخر مثل هو فاعلات، هيدي أكثر تفعيلة بغنوها، أكثر تفعيلة بالفصحى بتلبق للموسيقى، ما بتعرق للموسيقى أبدا، وبيمشي عليها الغزل كثير وغير الغزل. المهم بتقول تم 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 فاعلات حدثيني، وحتى لو قلتوا حدثوني نفس الإيقاع، شو بدي إذا تغير المعنى؟ المهم الإيقاع ذاته. كن صديقي، هلا هيك تنبسط مجد الرومي، كن صديقي قد عرفنا إلى آخره. فيكن أنتوا حتى إذا عم تقروا نثر مرات بتمرق معكم بالصدفة واحدة منهم، بس ما بنسميه شعر لأنه ما بيكون فيه استمرارية. مثلا بده يكونوا كذا فاعلات ورا بعضهم تيمشي الحال، تسميها قطعة موزونة أو تركيبة معينة، مثلا فاعلات مستفعل فاعلات بتشكل بحر معين، مثلا فعول مفاعيل فعول مفاعل بتشكل بحر معين، مش إنه إذا أجت مرة واحدة فعول وبعد منها ما في شيء مناسب، لا بتضل نثر.
بس ما يعني بس تأكد إنه حتى النفر في تفعيلات بس بتمرق بالصدفة وبننبسط فيها على فكرة، بس نعمل نقد أو تحليل نص بننبسط إذا سائبت هيك إجوا بالنفر بالصدفة مثلا جملتين ورا بعض وانتهيوا بقافية وحدة، أو كانوا سائبت كلماتهم على نفس الوزن بتكون لقطة يعني. يعني الإيقاع دائما في له جمالية معينة نحن بنرصدها. فهلأ نرجع لموضوع المحاضرة، جينا نحن باللغة العربية ما عندنا نصوص، بدنا نبلش نترجم. الأصل أصل النصوص كله مكتوب باليوناني بالنسبة لنا، لأنه هي اللغة اللي كانت سائدة مثل ما بتعرفوا أيام نهضة الكنيسة الأرثوذكسية بالشرق كله كانت معروفة اللغة اليونانية، آبائنا كلهم كتبوا باللغة اليونانية، وبالتالي نظمية التسابيح كتبوا باللغة اليونانية مش بس باليونان، يعني حتى بسوريا بلبنان بفلسطين بكل هالدنيا هيدي كانت اللغة الرسمية والمعروفة هي اللغة اليونانية. حتى وقت بلشت تتراجع إذا بدكم سياسيا الإمبراطورية الرومية أو البيزنطية ظلت اللغة اليونانية إلى مدى، يعني حتى أجوا العرب وبعد سحبة مئات السنين من حكم العرب يعربوا الدواوين، يعني ظلت اليوناني اللغة الرسمية. بس عم أقول هالشيء تقول ليش نحن تراثنا باليوناني، لأن هالشيء سؤال بعدنا لليوم بنسمعه من باب الاستغراب وأحيانا الاحتجاج، إنه ليش ما نضل معلقين باليونان؟ ما أنا قصت إنه معلقين باليونان كقومية، يعني نحن أوكي نحن منا يونان، مثل ما أنه الأرثوذكس بروسيا منهم يونان نيروس، واللي بكل بقاع العالم فيهم يكونوا أرثوذكس بيكونوا بينتسبوا لقوميات مختلفة. بس عم نحكي هلأ مش عن القومية اليونانية، عم نحكي عن اللغة اليونانية. بس نجي نحن مش نحن جدودنا إجوا بدهم يصلوا، بالبداية كانوا يعرفوا يوناني، وصل وقت انحسرت اللغة اليونانية ما عادوا يعرفوا يوناني، صار الشعب ما بقى يفهم الترتيل. عم بحكي ببلادنا، باليونان ضلوا يفهموا يوناني، بالقسطنطينية ضلوا يفهموا. نحن مثلا تنحكي عن حالنا، البلاد الناطقة باللغة العربية اللي صارت العربية اللغة الرسمية فيها وصار لها زمان منتشرة وعم نتعلمها بالمدارس، جينا بدنا نصلي صار في ضرورة انه نعرب. جدودنا عربوا طبعا الفهمانين بيناتهم المتعلمين واللي بيعرفوا كلتا اللغتين، بيعرفوا يوناني منيح وبيعرفوا عربي منيح، هن يلي حطوا لنا كتاب المعزي وكتاب البندكستاري والميناون والبوليأليون وكل هالكتب الطقسيه. شو عملوا؟ طبعا اول شيء اول عقبه كانت انه في كتير قطع شعر موزونه باليوناني، فاجوا قالوا نحن يا خي مش رح نعرف نجيب. اتحيروا، انا برايي ما كنت اقعد معهم، بس تحيروا انه وزن الشعر اليوناني غير وزن الشعر العربي. هي من جهه، من جهه ان الجمله الموزونه باليوناني تعال عربها، يعني لو كانت هي شعر مش رح تطلع شعر، انت همك انك تترجم المعنى تبعها، يمكن تطلع بالعربي اطول من اليوناني، يمكن هدي 5 كلمات هيدي 6 كلمات او 7، عدد السلابات مثلا هونيك 10 هون 14 او العكس. احيانا بالعربي تطلع اقصر، لانه احيانا بالعربي في طرق للايجاز بتخليك تعبر عن جمله طويله بجمله قصيره، والعكس صحيح احيانا ما بتزبط معك. المهم وقت انا بدي اعرب بدي حافظ، اول اشكال حلوه بهذا الشكل، انه هذا الاصول انه نحن نشتغل على الوزن اليوناني ومش على التفاعيل، هيدي شلناها الاحتمال. بعترف لكم انا وقت كنت مبلش بقصه الوزن، لانه انا بالبدايه ما كنت برتب على الاوزان، كنت مثل ما كل هالانطاكيين بيرتبوا، الى ان فتنا تجرأنا وفتنا بعالم الاوزان وعملت كتاب الافتوملات، وانطلقت من بعد منه اني اشتغل بجديه اكثر على وزن التراتيل، وكانت خطوه جريئه كثير وخطره كثير. خطر لي باحد المرات اني اخترع طريقه تنسجم مع التفعيلات العربية، وجربت بكم وزن على المسوده بيني وبين حولي، بعدين ايقنت انه لا انا عم بعمل شيء يعني منه منطقي بالخالص، انه اليوم هيدي ترتيله وزنها معمول على اساس معين بتخليه على وزنها، والا انت عم تخترع شيء جديد، يا اما بدك تلغي الوزن اليوناني خالص
وتعمل اوزان جديده، ما فيك تسميها تون اورانيون وما ادري ايش، بدك تسميها البحر الطويل والبحر الخفيف والى اخره. فقلت يا صبي ايش بدك من هالشغله، اقعد عائل. يعني اول اشكاليه حليناها، حلوها جدودنا انه اعترفوا بانه الوزن اليوناني لازم يحافظ عليه، ولكن سؤال، هل استطاعوا يحافظوا عليه؟ وقت اللي ترجموا المعزي وترجموا السواعي وترجموا هالكتب كلها، لا، استسلموا وقالوا يا اخي نحن ما راح نقدر نعمل كل شيء، خلينا على القليله نترجم المعنى. وكانوا كثير امناء للمضمون، واليوم صحيح نحن من بعد اكثر من 100 سنه 150 سنه على التعريب يمكن نقول انه صار لازمنا تجديد هاللغه، بس ما فينا نقول ابدا انها لغه ضعيفه، ابدا، لغه متينه فصيحه. قد يكون هالمعربين وقعوا باخطاء معينه في جمله معينه ما فهموها تماما، ممكن اليوم المتخصصين يعملوا نقد من هالنوع، ولكن ولا مره بيقدروا يكتشفوا انه اللغه العربيه اللي كتبت فيها الطقوس هي لغه ركيكه ابدا. يمكن ما تكون بسيطة أو مفهومة دائما، صحيح بهالمعنى أنا كمتخصص بالعربي بقولكم إيه، إجا الوقت إنه نرجع نكتبها من جديد. يمكن التغيير ما يكون أكثر من 5 أو 10% المطلوب باللغة، لأنه هي لغة كثير كويسة، بس بجوز نقدر نكتب بتعابير أسهل نتفه، لأنه الجيل اليوم في كلمات بطل يقدر يفهمها مزبوط، ممكن نحن نقدر نسهل له إياها. ما راح فوت بتفاصيل هالموضوع لأن يمكن بده كتبوا النص اللي هو نثر طلع نثر، واللي اصله شعر طلع كمان نثر. هون شو بدنا نعمل بقى؟ هلا هون هم قالوا صحيح نحن انه ما عربنا القطع الموزونه موزونه، بس على القليله للامانه التاريخيه بنحافظ على اسم الوزن، يعني كتبوا وزن كذا، وهيدي شغله مصيبه علينا نحن اللي جينا بعدين، يعني وينه هالوزن؟ فرحنا اكتشفنا الاصليات الوزن وجربنا نقيسهم على العربي، وكانت صعبه كثير الشغله قبل ما نتقن الاوزان مزبوط. بس هم الجماعه عملوا اللي بيقدروا عليه، كانوا متضلعين من العربي متضلعين من اليوناني، قدروا يعربوا وكتبوا اللحن الاول وزن تون اورانيون. اكثر من هيك ما قادرين يعملوا. بس يا ترى شو تركوا لنا نحن؟ هل يا ترى استسلموا لهالموضوع وكانه ما في حل بقى؟ هون تسمحوا لي اني اقرا لكم مقطع من مقدمه كتاب المعزي، هذا الكتاب المعروف يلي نحن بنستعمله. راح اقرا الكتاب قدامي انا بالمقدمه، حطيت لكم اياها بس يمكن ناقص بهالصفحه يمكن سطر، خليني اقرا من قدامي من هون. بيكون راح اقرا من عند فكان المشتهى، من المشتهى مطرح ما معلم بالأحمر، يقول: فكان من المشتهى بل من الضروري أن يكون معربه، عن يحكي عن الكتب المعربة عن اليوناني، وكذلك معرب أمثاله منظوما موزونا كأصله، ينطبق على ألحان وأوزان الموسيقى الكنسية. يعني عم يعترفوا هون أنه هم قصروا بهالنقطة، بس هي نقطة كثير مهمة، ولكن ذلك عمل شاق، بل يتعذر على رجل أو رجلين الإتيان به، اعتراف بالتقصير، فهو يقتضي تعيين لجنة تتألف من عدة رجال من ذوي الأهلية والمقدرة والخبرة في فن الموسيقى الكنسية، متضلعين يعني متقنين بمعرفة كلتا اللغتين اليونانية والعربية، تنقطع يعني تتفرغ كناظميها الأصليين دهرا طويلا إلى ضبط عباراتها وتطبيقها على الأوزان والألحان في النسخ العربية أيضا كما هي في الأصل اليوناني. فإذا عم بيقول هون أنه كتر خير هاللي كتبوا لنا هالقطع بأصل اليوناني، هودي عطيوا وقت كتير ليكوا شو ببرر بعدين. ولا يخفى أن نظمي ما تحويه الكتب الكنسية الترتيلية اليونانية من القوانين والنشائد والتراريب المتروعة الألحان والأوزان والأنغام هم عديدون في كذا كذا ناظم، منو شخص واحد، وكان اكثرهم معظمهم من طبقه المتوحدين يعني الرهبان المنقطعين في اديرتهم الى النسك، المتفرغين عن المهام الدنيويه، لا يلهيهم شيء منها عن ذكر الله وعبادته وتعظيمه والصلاه والابتهال اليه، وقد صرف كل منهم من هالناظمين زمانا ليس بيسير مش قليل
في نظم ما وضعه من تلك التراتيل والنشائد لا محال. بكفي. أنا طبعا بنصحكم أنه ترجعوا تقروا، هي المقدمة كلها صفحتين، مقدمة كتاب المعزي. روى، عفوا أنا هون يمكن تأخرت عليكم بالتاني سلايد، هودي اللي قريتهم. المهم مختصر مفيد عم بيقولوا هذا جميعا، نحن عملنا اللي بنقدر عليه، بس كثير مهم يجي مين يكفي هالعمل هذا وياخذ هالنصوص ويجرب يرجع يعيد صياغتها لحتى تجي موزونه مثل ما الاصل تبعها موزون. هذا شيء كثير كثير انا دعمني وقت اللي قريته وعرفته، كان نحن منا عن هالطي، منا عم نعمل شيء ما لازم ينعمل، بالعكس. المهم هلا نوصل تنحط اجرينا على الارض. ما في حدا قبل مثل المر أو الكون كان يرتب العربي بلا، طبعا في كتار كان يرتب، ما في حدا قبل مثل المر جرب انه يوزن تراتيل مبلا، بس حسب ما خبرونا الاقدمين اللي كانوا قبلنا انه كانوا يترجموا فوريا، ما كان عندهم ترجمه بالعربي، وحتى وقت صار في ترجمه كانوا يفتحوا اليوناني يفتحوا العربي ويجربوا انه يقيسوا على السريع يرتجلوا يعني. لا شك انه خبراتهم كانت مهمه، بس ما في من جماعة وما دونوا، يعني كانت كلها شفهية. مثل المر طلع بهالزمن هذا وسمع من هون ومن هون وتعلم، ولكن هو أول من حاول القيام بهذه المهمة الشاقة، يعني أول من دون لنا قطعا محترمة صالحة للترتيل باللغة العربية. إذا بدكم فيني أعبر عربي بطريقة إنه اللغة العربية كانت غريبة عن الموسيقى البيزنطية. أنا يعني بحب أعبر عن خبرة متر المر بهالتشبيه هذا. متر المر قدر يعمل مصالحة والتعارف حقيقي ولقاء حقيقي بين الموسيقى البيزنطية اللي هي خلقانة مع اللغة اليونانية وبتناسب اللغة اليونانية، وبين اللغة العربية اللي هي غريبة كليا عن البيزنطي، واللي هي بالأحرى لابسة ثياب الطرب العربي الشرقي، إن كان تركي إن كان فارسي إن كان عربي. المهم اللغة العربية خلقت بهالأجواء، في أجواء هالموسيقى هيدي أو العكس، أو الموسيقى الشرقية يمكن متزاوجة ومنسجمة مع اللغة العربية. ولكن إجا مثل المر عمل عمل شاق، عمل إذا بدكم اخترع الزلمة، ابتكر، لأنه قريهم باليوناني حبهم كتير وشاف الانسجام تبعهم، وكان يعرف يوناني، كان يعرف عربي كتير كتير منيح، ويعرف أوزان كتير منيح، وكان هو شاعر يقدر ينظم يعني، وكان ملحن كمان بالموسيقى الشرقية، ما كان ينقصه شيء. عشان هيك لأنه جامع كل هالفنون وهالملكات هيدي بلش يشتغل. وأشهر شيء عمله مثل المر برأيي هو الأسبوع العظيم، كتاب الأسبوع العظيم. أكتر شيء حبينا أوزانه، نحن كنا صغار وكل الشعب حتى اللي ما بيعرف موسيقى كان ينبسطوا، بس نبلش بصلوات الختن ونبلش نرتب يطلع هذا اليوم، أو حب الفضة ساق يهوذا الغاش، أو أي قطعة من القطع الحلوين يلي كتبوا متر المر. يعني هذا أعطانا إذا بتكون القاعدة والأساس والمنطلق لحتى نحن نحب شيء اسمه أوزان باللغة العربية. وما بيخفى أن المرتبين اللي كانوا قدماء بهذاك الوقت كانت صدمة بالنسبة لهم، لأنه هني بيقروا بكتاب التريودي النص بشكل، وعند متر المر أنه شو هذا عم يغير اللغة عم يتفلسف، ما فهموا انه هو عم يعمل الصح وعم يعمل الاصول اللي لازم ينعمل. وغير الاسبوع العظيم مثل المر عمل كمان اجباره وقت اللي وزن قانون مديح السيده العذراء، المديح اللي كلنا بنعرفه الذي لا يجلس فيه، يعني بنشوف انه شو هالجراه هيدي، قانون طويل عريض. وبدي اقول لكم شيء، القوانين اصعب بكثير، انا الان بشتغل الاوزان، القوانين والباراكليسيات الشغل فيها أصعب من القطع تبع المساء أو تبع الأنوس، لأنه الوزن قصير، وخصوص القوانين هودي تبعين السحر أو تبع الأعياد يكون سطر ونص مثلاً، وبدك أنت بهالسطر ونص تقدر تجيب الكلمات على الوزن المزبوط وعلى اللحن المزبوط، شغلة مش سهلة بالمرة. تجرأ مثل المر وفات بخدمة المديح ونجحي وترتلت بعدة رعاية، ولكن كان هو هالقد فصيح بالعربي استعمل كلمات ما بقى الناس تفهم معناها، وأحيانا اجت التركيبة اللغوية غير واضحة، يعني طلعت قاسية شوي. مشان هيك في كتير رعاية ما تبنوا، وفي كتير مراجع كنسية يعني مطارني وبطاركة
ما تبنوا هالخبره، وبالتالي ما ساهموا بنشرها على نطاق واسع. يعني بصراحه ما فرضت على الكنيسه، تركنا نحن اللي كنا نرتب بهذاك الوقت على ذوقنا نحن. انا من الاشخاص اللي مع احترامي لهالخبره وتقديري لها فضلت انه نضل على المعروف، لانه بالضبط خدمه المديح حافظينها الشعب، حافظينها كلها، وخصوصي القراميس افتحوا فمي، مجرد انه فمي اذا افتحه بيقوموا عليك. هل انا بعدين لاحقا بطلب من اخوتنا بحمطوره رجعت عملت محاوله ثانيه واستساغوها الرهبان وعم يرتلوها، انا برعيتي ما برتلها، بس عملت هديه لدير حمطوره ولكل الناس اللي حبوا الاوزان وبدهم يرتلوا عليها، اعتبروها كلغه انجح من اللي عملها الله يرحمه استاذنا الكبير مثل المر. هلا هون كمان ضمن خبره مثل المر، اذا فتحتوا كتاب المزمار الروحي بتلاقوا كثير من اعياد القديسين واعياد السيديه وغيره بقطع المساء وقطع الايروس كمان فيهم اوزان، مش كلها عملها متري كتب البعض. وقت توفى ابنه فؤاد، هو الوحيد بين اولاد متري كلهم بيرتلوا وشاطرين، ولكن فؤاد الوحيد يلي كان يعرف يدون، كان شاطر بكتابه الموسيقى، فهو جرب يلحن على طريقه بيو بالتقنيه اللي كان بيو يتبعها، ويقيس يعني القطع على قياس قطع بيو، كمل قد ما بيقدر من الخدم. بس كمان التعليق الاخير انه مش كلنا كل المرتلين حبوا كل هالقطع اللي كتبت، في اشياء مستسيغه وفي اشياء كنا نحس انه واقفه شوي، يعني اذا بدنا نرتلها مش مقبوله على السمع كلغه، عم بحكي الموسيقى طبعا مقبوله وحلوه، بس بشكل عام مثل المر هو الاساس. لو ما مثل المر بلش كنا نحن يمكن هلا بعد ما بلشنا، نحن بلشنا من مطرح اللي هو وصل، مشان هيك شفتوا هالنهضه الكبيره. واليوم انا عم بحكي عن خبرتي، بس انا ماني الوحيد، في كثير عم بيشتغلوا الحمد لله، في كثير نوابغ وفي كثير، وهلا انتم منهم يعني في كثير تلاميذ، مجرد يكثر عدد التلاميذ اكيد راح يطلع بيناتهم مين ربنا يعطيه موهبه ويحمل يساهم بحمل هالمشعل هذا. الطريق انفتحت، ولا شك انه مثل ما قالوا بمقدمه المعزي الحصاد كثير، وبدنا كثير فعلي لهالحصاد هذا. الكنيسه راح يضل بدها دائما ناس تشتغل وناس تطور وتظبط. هلا بدي اوصل تعطيكم شهاده عن شو مرق معي انا، رح احاول قد ما فيني اختصر مسيرتي الموسيقيه لحتى اذا بقدر ضوي على كم فكره بخصوص موضوعنا اليوم. اول ما بلشت انا بلشت على بكير، يعني انا تعلمت الموسيقى بعمر 11 سنه، طبعا ما اتقنتها بال11 بس بلشت اتعلم بعمر ال11. كان حظي حلو، يعني اخذت معي كم سنه لحديت ما صرت يمكن اول سنه جامعه، كنت يمكن قطعت شوط كبير، صرت لملمون من هون ومن هون، ما كان في عندنا مدارس موسيقيه، كان عندنا ناس بيعرفوا، كنت انا اشحد المعلومات من هون ومن هون، وكانت حتى التسجيلات قليله والكتب قليله، يعني تحصل على كتاب موسيقى كانت مشكله بوقتها. التصوير ما كان فيه على فكره، نحن خلقنا قبل زمن الفوتوكوبي، كنت اضطر انسخ بايدي كثير اشياء، استعيرها من دار البرلماند، اخذ اذن من رئيس الدار، استعير كتاب يوم يومين، انسخ ايش بدي انسخ منه ورده. هيك بلشنا بالبدايه، بس كان في الحمد لله كثير ناس يعرفوا، كنت اتعلم منهم قدر الامكان. كتب مثل المر كانت هي المدرسه لإلي، يعني وقت صرت اعرف فك الخطوط الموسيقيه واعرف اقرنها بالكلام العربي، كان المنهج تبعي هو مثل المر حقيقه، يعني مشيت على تلحينات، وبعدين طبعا تعرفت على تلحينات الي خوري، غريغوري مقدسي، في حتى بالمعاصرين كمان في ناس عم تكتب، وانا يعني مبدئيا ما عندي مانع اقرا او رتل لاي حدا من القديمين او من الجداد اللي من عمري واللي اصغر مني، كمان ما عندي مانع، لانه بعترف انه ربنا هو اللي بيشتغل بكل هالناس هودي. بس اللي علمني اول شيء هو مثل المر، قبل ما اتعرف على اي ملحن اخر، وقت تعرفت على غيره صراحه ما لقيت احلى منه،
وما بخفي عنكم الله يرحمه استاذ الي خوري، هو مرتل رائع جدا بيروتي، والنص الاخير من حياته او الربع الاخير قضاه بفرنسا، كان مرتل هونيك. قبل ما يسافر وقتين بعده ببيروت كان يطل علينا على البلمند مرات، وكان يجرب يقنعنا بطريقته بالتلحين، عنده نظريه معينه شخصيا ما اقتنعت فيها، عنده شيء منطقي وعنده شيء مش منطقي برايي انا. لقيت انه خبرة مثل المر احلى، ومشيت على سكة مثل المر، بعتبر حالي انا بطريقة تلحيني تلميذ مثل. طبعا ماني نسخ عنه، ما بقدر يكون مثل، عن كل انسان عنده شخصيته وعنده الخلفيات الثقافية تبعيته المختلفة، فمثل المر ربي بجو معين، انا ربيت بجو مختلف، ثقافتي انا فيها شيء غير ثقافة متري، بس بيزنطيا اذا بدكم حاولت امشي على سكته. وانا معجب كثير بطريقه تلحينه، وخصوصي بالزقصيات، يعني بالقطع الاستشراريه، وخصوصي باللحن الخامس، كثير كثير انا بتاثر بتلحينه الجميله، يعني بحسها بتلزق بالقلب ما بتعود تطلع. صح لي ادرس اللغه اليونانيه القديمه، طبعا الجديده ما درستها ابدا، بس وقفت منها شوي، اما القديمه طبعا ما بتقنا، ولكن علمونا اياها وقت كنا عم ندرس بمعهد اليهود بالبلمان، كان حكما ندرس لغات قديمه يوناني وعبري. انا ركزت طبعا درستهم اثنيناتهم، العبري نسيتها خالص لان ما لها استعمال عندي، اليوناني تعلقت فيها وصرت جرب اقرا بالكتاب المقدس وجرب احفظ مقاطع وهيك، وطبعا اهم شيء اني صرت جرب افهم التراتيل اليونانيه اللي كنت اسمعها او احفظها عن غايب ما افهم معانيها، صرت جرب اني اقدر اتبع معانيها. بس بعترف انه انا ما خصصت وقت اتعمق كثير باللغه اليونانيه القديمه، وعقلت استعمال القواعد وهيك ضعفت فيها كثير، يعني ماني من المترجمين، بقدر واكب النص اذا ماشي باليوناني، بس انا ماني خرج اني اترجمه او اشتغل او دقق فيه. في ناس كثار نشكر الله عندهم هالاطلاع هذا وهالموهبه هيدي. بس تعلم اللغة اليونانية طبعا ساعدني كثير على صعيد الترتيل، وهذا بكفيني ما بدي أكثر من هيك. وساعدني بشكل خاص بالشغل بالأوزان الموسيقية. هون تسألوني أي مرجع اعتمدت الأوزان، لأن في عدة مراجع. صراحة كان عندي مرجع بالبداية كان وحيد، يلي هو كتاب مصور، نحن كان عندنا مكتبة بيع صغيرة بمعهد اليهود، نفوت نشتري أشبدنا كتب لاهوتية، كتاب مقدس إلى آخره، وإذ في كتاب بسموه انجولفيون، راحوا صوروا لنا إياه وجلدوا ويلي بريد يشتري. طبعا أنا اشتريت نسخة وقعدت بصمتهم للأوزان اللي فيه وعجبوني، يعني ستيلهم عجبني، فوقت بلشت أوزن فيما بعد اتبعت هالطريقة هيدي، اتبعت هالمدرسة. بعدين اكتشفت بمجموعة زويل اللي وصيت حدا يشتري لي اياها من اليونان، وصارت عندي من وقت اللي كنت تلميذ بمعهد اليهود، اكتشفت انه كمان فيها اوزان. فصرت قارن، لقيتهم مختصرين عن، يعني اسرع من الاوزان اللي انا كنت عم بشتغل عليهم، وصراحه ما عجبوني قد هوديك، بس كنت وقت ما الاقي وزن معين بالنص اللي معي الجا للزويه، لاقي يعني الزويه فيها اوسع شوي، عدد اكبر شوي من الاوزان، وبرضه ما فيها كل شيء. هلا مؤخرا صار عندنا كثير لايبرري واسعه من الكتب اللي بتجمع كثير اوزان، واذا الله راد بس بدي اعمل الطبعه الثانيه من كتاب الأفتوملات اذا الله قدرني، راح تكون ثلاث اربع اضعاف عن الطبعه القديمه، لانه في كثير اوزان ما كنت سامع فيها، او كنت سامع فيها باليوناني وماني حاضر فيها بالعربي، المهم حضينا الحمد لله وعم نحضر. والفضل صراحة لأخوة حمطورة، لأنه هن كتير على الطلع، يعني مش بس على الكتب وحتى على التقليد المعاش بجبل آثوس، فعم بيأمنوا لنا كتير من الأشياء اللي ما كنا نحضر فيها. أبونا رومانوس جبران له فضل كبير بهالمجال، لأني كنت بس علق، ما كان في دير حمطورة قبل، كان مرجعي ولا يزال لهلأ إذا تعقد معي شغلي أبونا رومانوس، لأنه كمان هو متعمق ومطلع ومتخصص اكثر مني، فكثير دلاني على اشياء وحلل لي عقل، وراح يجي سيرته اكثر من مره بالحديث اذا بيسمح لي. تقلكم بالبدايه شو كنت اعمل،
كنت اخذ المقطع مثل ما هو مكتوب بالكتاب بالميناء وانت نقول، وما استرجي غير. انا شاب فرخ اول طلعتي، بستحي بخاف، يعني يصير حس اذا بدي اغير كلمه اني انا عم بعمل هرطه. هلا هذا منيح الى حد ما، لانه ما كل واحد كمان يمسك ويغير كيف ما كان. هذا كتاب منو حيالله كتاب، هذا كتاب فيه نصوص مقدسه، ومينك انت يعني انا او اي حدا لحتى انت تتصرف فيه. وكنت اتضايق مرات نكون على القرايه، انا كنت صغير بالبلماند وفي ناس اكبر مني بالعمر وهيك وبيعرفوا يرتبوا كذا، بس حدا يشيل قلم من جيبته ويصلح شيء بالكتاب، هلا يكون يمكن خطا مطبعي او شيء، بس انا اتضايق من جوا كثير، بس ما لي عين احكي، لان عندي هالقدسيه انه في هيك كتاب مقدس ايش بدك منه؟ بعدين بركي انت رايك غلط، بركي طلع انه اللي انت صلحته منه هذا الصح، يمكن يجي حدا افهم منك بعدين. بنزعج، وبعدني هلا عندي هالحساسيه هاي. ما بحب واحد يشحبر على الكتب المقدسه، واذا بدنا نغير يعني بعد للالف منه للعشره، ولازم يكون في موافقة من مرجعية كنسية كمان، هذا فينا نحكي فيه بعدين أكثر. مهم بالبداية كنت حط الوزن اليوناني، أحفظ لحنه وجرب قد ما فيه أعمل العربي مثله، بس ما يطلع مثله. اللي بيعرف الوزن يعني إذا شي حدا يوناني عم يسمعني بيعرف إنه هاي ديتون أورانيون وهاي ديتون داخون سوسوتير، أكيد لأنه اللحن بيدلك، وأحيانا بتكون الجملة قريبة كثير، وأحيانا بتكون مطة شوي أو زمة شوي إلى آخره. يعني بدكم تقولوا كنت عم أقول من جو الوزن، وعم بتصرف باللحن كثير بس الكلمة ما عم بتقرب خالص. تبين لي بعدين إنه بحق لي إذا بدي أتصرف نفسي بالوزن عفوا بنص الكلام إذا أنا ماني عم أغير المعنى. ما المقصود إنه هالكلام مقدس بمضمونه، بس اللي ترجم بيقدر يجي مترجم تاني يترجم بصياغه تاني بس نفس المعنى. وهالشي بين معي وقت اللي شفت انه مثلا في سواعي، في اثنين سواعي عندنا بالعربي، كل واحد كلماته شكله، اثنيناتهم ارثوذكسي واثنيناتهم مقبولين بالكنيسه. المعزي التريودي كل واحد منهم في عنده ترجمتين. وقت اللي عرفت انه في هالشي وانه في مجال يكون في ترجمه تانية وثالثه صرت حاول. وطبعا كان فضل كبير لاعضاء جوقه ابرشيه، لانه اتعرفوا على الاوزان وخصوص كتاب الأفتوملات وحفظتهم أشهر الأوزان وهيك، صاروا هني يقولوا لي خلص يعني ما بقى فينا نرتل بلا وزن، يعني استدقوا. وأعطيتهم هيك كم محاولة قالوا لي يلا أبشر، وصرت أسأل أكبر مني يعني، وسيدنا الياس إربان بوقتها كان هو مطرنا، وبعدين سيدنا فرام، وحتى كان عندي اتصال من وقتها مع سيدنا فرام اللي كان هو رئيس دير مرام خويل بقعاتها، كمان كنت استشيره بهالمواضيع وكان يشجعني، وهو اللي شجعني على فكره، من ابرز اللي شجعوني تفوت بخبره الباراكليسي. وطلب مني بوقتها وقت شاف اني عم بشتغل وعملت باراكليسي العذراء، قال لي عملنا باراكليسي لايقونه العذراء اللي بدير كفتور، الايقونه العجائبيه. قلت له ما في، ما معمول باليوناني. قال لي لا انت اعملها، وانا الفتها تاليف والحمد لله تعتبر ناجحه. هلا موقفنا اذا عند اول مرحله، نحن وصلنا بعدين انه خيي لا بدنا نتصرف نكتفي بالنص، نخلي المعنى مثل ما هو، نقدم كلمه نرجع كلمه نعيد الصياغه بس ما نقرا التعابير اللاهوتيه الاساسيه، وبالتالي صار الوزن اللي نحن بنعمله العربي يطلع يعني كثير كثير قريب من اليوناني، خليني اقول 80 أو 90%، وأحيانا بتنقش معك 100%. المهم إنه بهالطريقة إيش عملنا؟ خلينا الوزن الموسيقي ياخذ حقه، واللحن ياخذ حقه، واللغة العربية كمان تاخذ حقها. ما فينا كثير كثير نظلم اللغة، ولا فينا كثير نظلم الوزن، بدنا نوفق بين الاثنين، والعملية صعبة. آخر شيء إذا بدكم الفائدة الرعائية من كل هالموضوع، شو نحن ليش بنعمل وزن او ما بنعمل وزن؟ ليش بنتعب هالتعب كله؟ لحتى بس نفوت على الكنيسه ونرتل شيء. المؤمنين يستهونوا هالموضوع هذا، بمعنى يصيروا هن قادرين يرتلوا معنا. يعني هاي اهميه الوزن. انت روح على اي دير يلي صح لهم يروحوا على جبل قافز، احلى شيء بس يبلشوا يرتلوا الاوزان الرهبان، بتفوت تقرب عليهم بتلاقي ما في كتاب موسيقى، فاتحين كتاب طقسي كلمات يعني، بس حافظين الوزن، يعني هم بيصلوا كل يوم اصلا،
وحافظين كل الاوزان، بتلاقي قاعدين حوالي الراي بيكون في واحد اساسي وشي 10 حوالي كلهم على فرد صوت، ببلشوا سوا بيخلصوا سوا، واحيانا بيعطوها لشخص وحده، شخص ثاني بيرد عليه، المهم بتكون شغله سهله. انا شايف رعايه حتى بيعملوا مثلا باراكليسي العذراء تنقول مره بالاسبوع بكنيسه الرعيه، من زمان هيدي الخبره، ما بيكونوا فاتحين موسيقى، كلهم بيكونوا ناس مؤمنين عاديين ما بيعرفوا موسيقى حتى، بس حافظين لحن التراكيسي لانه هين كثير، فاتحين الكلمات بس وعم يرتبوا مع بعضهم. ف فيني اكد لكم الشغل على الاوزان بيحرز، مش بس لانه الاصل النصوص اليونانيه موزونه، مش بس انه امانه لا، لانه لو ما كانت هي اصلا لها فايده رعائيه ما كانوا حطوها اساسا موزونه. هذا غير اذا قلنا قديش الوزن الشعري بيعطي جماليه، انت اليوم قول جمله عاديه قد ما تكون كلماتها حلوه بس تحطها ضمن جمله موقعه بيت شعر واسمعها بتعطيك افاء اكثر، يعني بتفوت على القلب دغري. يعني انا اسف اليوم عم بحكي كثير، كنت تحملوني. هلا اذا بدنا نقول شو علاقه الوزن باللحن، يعني ليش نقول ما زال القطعة هاللحن هيك، ليش بدي أقول كمان على وزن؟ مثلا شو بيضيف الوزن على اللحن؟ الوزن لأنه هو وزن شعري هو ثابت، يعني بس أقول أنا هلا بعد شوي رح أعطيكم إكزامبل عن تون أورانيوم، بس أقول مثلا هالجملة بهالوزن تتألف من عدد معين من المقاطع، طيب كل القطع اللي على هالوزن رح يكونوا هيك، بس مش ضروري انه كل المرتبين يرتبون بذات الطريقه. الايقاع هو ذاته، ولكن انا بحب طولها، انا بحب قصرها، انا بحب اطلع هون درجه زياده، يعني بكل شيء اسمه افتوملا، بكل شيء اسمه قطع موزونه، انت بحق لك شوي تتصرف باللحن، بس ما بحق لك تتصرف بالوزن. اذا تصرفت بالوزن يعني غيرت النص، عم بحكي على الاصل اليوناني تحديدا، يعني هالكلمه مثل ما هي بدك ترتلها. راح نشوف بعد شوي يعني شو المقصود. المقصود انه اذا اخذت انت اللحن الاول وزن تون تاخذ نصوص اكيد، انت مثلا حافظ طريقه مثل المر بيطلع هذا اليوم، بجوز تروح على غير كنيسه او تسمع تسجيل لجوقه معينه تحس انه في شويه فرق او كثير فرق، نفس الوزن ونفس الاجواء، ولكن هو بحبوا يموجوا هون، هو بحبوا يطلعوا نتفه هون، قد تختلف احيانا محطه معينه، انه هي بتختم على الفو بس هذيك بتختم على الفي مثلا او على الني الى اخره، بس بضل الجو العام اللحن هو ذاته. هلا هون راح اعطيكم مثل بسيط، مثلا تون اورانيو على الجهه الشمال باليوناني بس بحروف عادي يعني، بينما على اليمين كيف ترجمناها للعربي؟ هي مترجمه القطعه بس انا اعدت صياغتها وبعتقد ما غيرت شيء بالمعنى. كم جملة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبع جمل. سبعة باليوناني هني نفسهم لازم يكونوا بالعربي سبعة. تناخد أول جملة، كم سيلاب؟ تون، بو، را، ني، يون، تل، ما، تون، تو، أغلي، ما، 14. لازم يطلعوا 14. ليش؟ لأني هون عم بحكي عن كتاب الأفتوملات، يعني أنا وقت جيت أعمل الكتاب ما فيني أتصرف، مجبور اني ضل اتعذب على القطعه تطلع طبق الاصل، لانه بدي اعتبرها هيدي افتوملا، بس هي اصيله الوزن بالعربي لحتى تلميذ الموسيقى بالعربي ما يتعذب اذا ما بيعرف يوناني، ما يتعذب يحفظها. قديش اسهل له يحفظ قطعه روبريه بالعربي بيحفظها دغري وبتضل براسه. جند السماء جميعا انت ابتهاجهم 14. بعدين تون ابييس انثروبون 7 والارضيون انت 7 الى اخره، مشان ما اخذ من وقتكم. هلا اذا جينا على اللحن، الطريقه اللي انا اعتمدتها ومشيت عليها جوة ابرشيتنا وما عم غيرها، احذروا ليش؟ لانه لحقوا وتلاميذنا حفظوا هالطريقه، بس نلتقى مجموعه من تلاميذنا او من جوتنا نلتقى باي كنيسه معينه بعيد معين، لو شافوا الكلمات بدون موسيقى اذا عرفوا جند السماء رح يعرفوا يرتبوها مثل بعضهم، لان دارسين على تقليد واحد. ما هو غلط يكون في تقليد ثاني، بس معناتها انه بده يصير في تفشكل، اذا واحد حافظها هيك وواحد حافظها هيك ما رح يعرفوا ارتجالا يرتبوا مع بعضهم، بدهم يضطروا يقعدوا ينسقوا
او بدك تكتب لهم الموسيقى كل مره لحتى يعرفوا يقروها ويرتلوا مثل بعضهم. الهدف هو الانسجام بين المرتلين. خذوا مثلا نموذج ما جند السماء جميعا انت ابتهاجه. هلا في هذا الوزن هالمرجع المرتل الاول من قبرص اسمه ماريوس عامل كتاب بفتكر شامل كل الاوزان فبيوردها بهالشكل جند السماء جميعا انت ابتهاجهم. رجع حاطط تحت نمطين قصه ثانيين جند السماء جميعا انت ابتهاجهم او الاخراني جند السماء جميعا الى اخره تنورانيون تغماتون تغليما او تنورانيون تغماتون تغليما تنورانيون تغماتون تغليما الى اخره او اللي انا عامله تنورانيون تغماتون تغليما. فإذا شفنا هون أربع أنماط بس مش كتير فارقين إذا تكفوا القطعة هي ذاتها بتكفيش بالأول. طيب مشان هيك بتستغربوا مرات إنه في قطعة بيكون كاتبها مثل المرة على نمط وأنا بنفس الوزن ملحنها بنمط تاني، فيني آخذ نفس كلمات مثل المرة وحطهم على النمط اللي أنا عامله. أو أحيانا إذا شفت النص شوي صعب عند متري بجرب أنا إني أعيد صياغته بشكل يطلع هين بيفهموا الناس دغري. برجع اعطي مثال على شيء قلت لكم اياه انه كل وزن في منه كمان نمط مطول. نفس الوزن اللي اعطيتكم مثله هلا جند السماء جميعا انت ابتهاجهم والارض أنت لهم نصر لا يقهر. هلأ بينطرح تلقائيا السؤال بعد هالحديث كله كخلاصة إنه كم طريقة في للوزن بالعربي إذا أنا بدي أوزن؟ في عندي يا أما مثل ما قلت لكم 100% النص العربي ما دق فيه ضل مثل ما هو وبالتالي مضطر اني انا ما لحن على الوزن تمام من روح الوزن تشبيه. او الاكستريم الثاني اني انا اقول ما بدي زيح ولا سيلاب واحد وبالتالي بدي اظلم النص العربي احيانا اضطر احذف فكره او غير شيء او اسيء الى تعبير مألوف جدا لترجيا غيره على اسماع الناس. هذا اذا بدي اتقيد حرفيا. انا برجع بقولكم ما تقيدت حرفيا الا بكتاب الافتوملات وبالباراكليسيات لان بالباراكليسي ما في لعب اذا زدت او نقصت مقطع بفشكله. بس اما قطع المساء قطع الانوس احيانا بتشوفوني زي نوتة وحده منقص نوتة متصرف شيء بسيط. يعني انا بعتقد الهامش اللي بتصرف فيه عندي يلي هو الطريقه الثالثه بعتبرها المعتدله وهي المطلوبه بسمح نحاول بين 90 بين 90 وال 95% تصرف مش اكثر والا بنرجع لاول طريقه. فهيدي خبرتي يمكن غيري يقول غير هيك ما بعرف. هلا بيجي هون السؤال يلي طرحته باول المحاضره مين يا ترى بحق له يغير؟ انا هيدي عقده حياتي على فكره بالبدايه منعتني اني اشتغل اوزان تاخرت تبلشت وبعدين هلأ لحد هلأ يعني رح نوصل على آخر العمر وأنا بعدني هلأ أسأل هالسؤال. يعني يطرح علي هالسؤال إنه يا أبونا هالخدمة الفلانية اللي أنت عاملها هيدي نهائية؟ بلو النهائية يمكن بالنسبة لي أنا عملت عليها اللمسات نهائية إنه فينا ننشرها وخلص هيدي رسمية؟ لا طولوا بالكم مش أنا المرجع اللي بيقول إذا هاي الكنيسة اعتمرتها رسمياً. لا أنا في الماكسيموم اللي فيني أقوله إنه مطراني سمح لي أشتغل وشايف شغلي. بس إنه أنا بأي حق بدي أقول مجبورة الكنيسة كلها بالشرق والغرب الناطقة باللغة العربية تاع
تعتمد نصي انا كنص نهائي. لا مش صحيح، ما هالشيء مش صحيح. في بتسالوني طيب مين بيقدر، مين المرجع الصحيح؟ المرجع الصحيح هو المجمع المقدس. يعني بيوصل وقت انه المجمع المقدس بيجي بيقول نحن عيننا الابن الروحي فلان ناظم تسبيح. باليونان في هيك، وبكل البلاد الأرثوذكسية، ويمكن عندنا يوما ما يعين شخص او لجنه، يا خيي يمكن يعينوا لجنه يقولوا بس يعلن قديس جديد نحن منكلف فلان وفلان وفلان ينظموا لنا. ما بعرف، ان شاء الله بيصير هالشيء قريبا. بالوقت الحاضر اللي عم بيصير في محاولات، انا واحد منها، عم تطلع محاولات وعم نرتلها بالكنيسه. بيجي وقت الكنيسه بتقول مبارك هالعمل، رح نعتمده رح نطبعه وننشره، او بتقول لا ما بنفضل، اسا بده تنقيح، اسا بده شغل، ما بعرف. انا فيني اقول لكم هلا تقنيا، اذا الكنيسه حبت تختار حدا شو لازم يكون عنده شروط. تتوفر فيه الشروط الاتيه: اول شيء بده يكون يعرف عربي، لانه عم يلحن نص بالعربي، فاذا ما عرف هو يقراه او ما فهم مزبوط كيف تركيبته، لو قوي بالموسيقى بتطلع الجمله ركيكه، الجمله الموسيقيه بتطلع ركيكه، او اللي عم يسمع ما بيفهم شو عم ينقال احيانا. مثل اذا انت عم تقرا رساله، اذا ملاحظين وما لك محضر النص مزبوط، او انت ما لك قوي بالعربي، احيانا كثير بتغير المعنى، يعني اذا وقفت بالمطرح مش مزبوط. فانتبهوا لي على الشغله، واللي بيقروا رساله يحضروها قبل بوقت ويفهموا المعاني، واذا شيء ما فاهمين يسالوا عنه او يفتحوا القاموس، فهني عم يقولوا يكونوا هني فاهمين تاللي عم يسمع يفهم. والشرط الثاني بدك تكون مش بس دارس موسيقى، لا مش كل من درس موسيقى يعني صار متمكن من الموسيقى، بده يدرس، بده يشتغل على حاله، بده يسمع كثير، بده يطلع كثير لحتى يصير عنده يعني غزانه واسعه من الجمل الموسيقيه والانماط الموسيقيه المختلفه. عرفتوا؟ يعني انا بقول لكم وقت بلشت لحن شيء وهلا شيء، يعني ما كنت اعرف اللي بعرفه هلا، وقصة ناقصني كثير، ماني عم بتوضع كثير. الموسيقى، التراث الموسيقي الكنسي كثير واسع، بحر يعني، وفيك تغرف منه قد ما بدك. وفيكم يعني مين ما سالني بقول له هاي بعرفها هاي ما بعرفها، في اشياء ما بعرفها. عم بحكي عن حالي شخصيا، ما تنغشوا كثير، انه يمكن مرات تسمعوا ايه ابونا نقولها كانه هو القصه كلها، ماني القصه كلها، وهذا مش تواضع. يعني انا يعني ما بنبسط انه اعطى حجم اكثر مما انا اشتغلت كثير. ايه اشتغلت كثير صح، عندي تسجيلات كثير، عندي محاولات تلحيق مظبوط، هم مظبوطين، بس هي ما بيعني اني انا مرجع نهائي، لا ماني مرجع نهائي ولا بعرف كل شيء. وخصوصي على الصعيد النظري، انا بقول لكم انا ضعيف بالصعيد النظري، لانه ما استعملت منه الا اللي عزته وقت كنت اعلم موسيقى بمدرسه الموسيقى، بس انا ما عندي ابحاث معمقه بهالمجال صراحه، وهذا تقصير مني، ويمكن لانه كان عندي كمان مسؤوليات رعائيه ووظيفه والى اخره. نشكر الله عملنا اللي قدرنا عليه. بده يكون في عندنا فاذا عربي او قوي باللغه العربيه، قوي بالموسيقى الكنسيه، وبده يكون في بركه. إذا أنت قوي بكل شيء والمطران قايل لك لا ما تلحن، ما بتلحن. دكتاتورية؟ لا مش دكتاتورية. نحن الكنيسة الأمور فيها مضبوطة مش فالتة، مين ما كان بيغير على ذوقه. يعني اليوم أنا بدي أطبع كتاب، أول شيء بنزل بسحبه وبنزله عند المطران وبشرح له عنه وبعطيه نسخة له، وبنطرته هو يقول لي إذا فيني أنا أطبع هالكتاب أو لا. ويمكن بجوز يقول لي بدنا نعمل لجنة ندرس هالكتاب، نشوف لجنة من المتخصصين، يمكن يقول لي بدي أرفعه لسيدنا البطرك، ما بعرف. يعني المطران هو بحكمته بيتصرف. أنا هلأ عم بقلكم كأب يعني وكخيكم الكبير اللي عنده خبرة بالأمور الرعائية، بليز خلينا دائما مطيعين للكنيسة لحتى تدل الأمور مضبوطة وما يفلت الملأ. في مثل بدي اقول لكم اياه، لو كان مؤخر، وقت قلت لكم انه بالباراكليسي انا كنت كثير امين للوزن، بس حتى بالباراكليسي فت بالحيط. وقت اللي عملت باراكليسي العذراء وجيت عم درب جوقه الابرشيه عليه، وصلنا على الاوديه السابعه يلي بتنتهي بالجمله الشهيره مبارك انت يا اله ابائنا، هي تسبحه الفتيه. بس هي باليوناني اوتون باتيرونيمون فيوس ابلويتوسي،
تختلف يعني النبرات تبعينا وقياسها بيختلف عن مبارك أنت إله أبائنا. فهي بتطلع باليوناني أوتون باترونيمو ثيوسي ثيوسي بلويتوسي. جيت بدي أعملها مركبة فتصرفت فيها قلت يا إله الآباء إياك نبارك، الربطة 95% يعني على الأصل، بس تركت فراغ واحد اضطريت عليه. جينا وصلنا على المطرح رتلوا الشباب ما أحليهم شوي، بلشوا يرفعوا إيديهم إنه أبونا ليش غيرت هالجملة؟ قلت له يا عمي مشان ضرورة الوزن، قال إيه بس إنه غير كل شيء إلا الجمل اللي بتكون هالقد يعني لها يعني لها تاريخ بذاكرتنا مثلا ليتورجيا أحيانا عقائديا، لقيت معهم حق. وهيك للشيه بنشوفها كثير نحن بكتبنا التقسيه وبالكتاب المقدس. فرجعت للضروره واحتراما للنص العربي هالمره، للنص اللي عم نصليه يعني، ولاذان المؤمنين وذاكرتهم. رجعت كتبت مبارك انت يا اله ابائنا، مش موزونه هاي الجمله بالذات، مش على الوزن بس مشيناها. هلا في احيانا ببعض البراكليسيات ما بيكون هالأودية سبعة ما بتخلص بهالجملة، ساعتها بوزنها على الفيلت على الطريقة اللي بدي إياها. فإذا بالمبدأ قلت اللي بدي أقوله، وبحب إنه أترك مجال لأني بعرف إنه في كتير إشياء يمكن ما وضحتها ما لحقت وضحها. إذا حدا منكم بيحب يسأل أو يعلق على شيء أنا جاهز. أول شيء السؤال أمتى بده يجي الوقت إنه تتعين هاللجنة؟ هذا كان الحقيقة من أيام مثل المر، ومثل المر نطر كتير لحتى ما اشتغل بالبداية لحتى تتشكل هاللجنة، وقت شاف إنه رح يخلص العمر وما تشكلت قام بلش، وبلش مأخر يعني كان عمره يمكن بالستينات وقت بلش يوزن حسب ما تناهى إلينا. يعني أنا بقول الأجواء الكنسية اليوم مهيئة أكثر، يعني صاحب الغبطة هو نفسه متخصص بالليتورجيا، ومن وقت اللي صار بطرك وهو عم كان ناوي يبلش بالإصلاح الليتورجي، وما بخفي عليكم إنه هو مبلش من قبل، يعني هو على صعيده الشخصي سيدنا البطرك يوحنا هو من الموسيقيين يعني من المتعمقين بالموسيقى وبالليتورجيا، ومن اللي من أساتذتي بهالمجال هذا، وهو من وقت أنا صغير كان يسمعني هالموضوع هذا أنه لازم يكون في نفض لهالنصوص وأوزان وما أوزان. والمهم بعتقد لأنه البلاد كلها حوالينا ظروفها مش مرتاحة، والكنيسة أكلت كتير كتير وهلات يعني بعهد سيدنا البطرك، بعتقد أنه في هالأشياء عرقلته وعرقلت سير العمل بهالمجال. انا متاكد انه سيدنا غبطه عنده هالهاجس هذا، ان شاء الله بايامه بتصير البدايه. وبعتقد انه انا ماني مطلع الحقيقه، بس بعتقد انه في شيء عم يبلش ان شاء الله. هي مش قصه بس اوزان خي جورج، هي مش انا سائله اليوم موضوعنا الاوزان بس، هو كل كتب التقصيه بدها اعاده يعني بما فيها من أوزان وغير أوزان، بدأ إعادة صياغة بلغة عربية أقرب. سؤالك الثاني اللغوي، الحقيقة ما هو غلط أنك تقدم وتأخر، بالعكس هذه من أساليب الفصاحة باللغة العربية، وخصوصي بالنصوص الأدبية والشعرية. فإذا عم نحكي عن باراكليسي عم نحكي عن شعر، وقت أنت بتحط المفعول به أول شيء هاي بشغلة واردة كتير بالأدب العربي. هذا مش من بسموها العيوب او ضعفات اللغه. الضعف المقصود هو ضعف التركيب مش بهالمجال هذا. وقت انت بتستعمل مثلا حرف جر بغير محله، عرفت كيف؟ هودي اكثر شيء بفشكله. او بتستعمل كلمه بتطلع مش هي اللي لازم تكون بهالتركيب، بيكون وحده ثانيه مرادف لها اضبط منها. يعني امثله كثيره ممكن هلا ما بدي اضيع لكم وقتكم. وبالنسبه اخر شيء تقول لك شغله، انت ما بدك تاخذ بالقطع اللي بخدمه قديس معين قطعه واحده يكون فيها كل شيء. معك حق انه مثلا بهالتروبي انت قلتها هلا مش مذكور انه تشفع الى المسيح الاله، يلي هي اجمالا بكل التروبريات او بكل القطع بيكون هيك، لانه مفهوم انه القديس هو ما بيخلص، حتى مريم العذراء ما بتخلص، بس نحن بنقول لها خلصينا.
ونحن بنعرف انه عم نقول لها خلصينا بشفاعتك وبما لك من دالة عند المسيح، طبعا واضح، بس انت ما فيك تاخذ الحقيقه كلها من قطعه وحده. شايف لو مثلا خدت لي الخدمه خدمه كامله لهالقديس وكلها ما فيها ذكر للرب يسوع، بقول لك هذا شيء خطير وما فينا نعمل هيك، ما فينا نصلي هالخدمه بالكنيسه الارثوذكسيه لانه هالشيء مش ارثوذكسي. بس اذا قطعه وحده بدك تسمح لنا فيها، يعني اذا عم تحكي مثلا مجموعه قطع تنقول بباراكليسي، كل قطعه بدك تذكر الرب يسوع، انه عرفت شو قصدي؟ انه شيء واضح انه نحن نؤمن انه الخلاص هو بس على ايد الرب يسوع بصليب الرب يسوع، وانه مريم العذراء والقديسين هم شفعاء بيساعدونا واخوه لالنا سبقونا بطريق الملكوت. على كل حال يعني لفتك كثير مهمة على فكرة، يعني كثير مهم نعرف وننتبه على الأشياء هذه لأنه تا ما ننحرف عن العقيدة الأرثوذكسية. اعتبرت أنه إذا في عقبة بالنسبة للغة، ساعتها هل الملحن هذا إذا هو بيعرف موسيقى منيح وبيعرف عربي منيح، ساعتها إذا في شك بالنص بده يلجأ للناس المتضلعين من اللغة اليونانية. طبعا كثير مهم، بس يمكن صعب يلتقى واحد يعرف الكل. هلا في يعني في كم حدا بانطاكي صاروا يعرفوا موسيقى عربي ويوناني وموسيقى. هلا ما كلهم، يعني ما بتلاقي واحد قوي بالثلاثه بذات المستوى، يمكن يكون قوي باليوناني وبالموسيقى، بالعربي اقل شوي، او مثلا عربي وموسيقى قوي يوناني اقل شوي. مشان هيك انا بقول شغل اللجنه احلى. يعني هلا بتعرف انا بس تعقد معي مثلا ايش بعمل مرات، بشك بالنص انه بحس في شيء منه واضح، بفتح النص اليوناني عاد ما بعرف، يعني بحس انه يمكن يكون في عدم دقه بالترجمه. تلفن لابونا يعقوب الحماتوري الاخ يوحنا، هو كثير بيعرف يوناني منيح، وبعده يعني بعده عم يشتغل، يعني بعده معلومات طازه براسه. فبقول له بليز راجع لي هالنص. مرات كثير بيقول لي لا مزبوط، بس بكون انا اللي ما فهمت الموضوع، او بيقول لي مزبوط هاي الكلمه، في كلمة أزبط منها تعبر عن المعنى المقصود، أو على قليل بيشرح لي شو بالضبط المعنى المقصود بالنص الأصلي. هيك بستأنس إذا بدي أغير، بعرف أي اتجاه بدي أغير. وعلى فكرة هون إعادة الصياغة هي مرات بتخدم النص على فكرة، مش دايما سلبية إنه إحنا غيرنا النص، بالعكس كتير أحيان بتوصي قطعة موزونة ولحنا مزبوط واوضح بالمعنى من القطعه المكتوبه بالكتاب المعزي او بالمناول. عرفت شو قصدي؟ يعني اذا واحد بيكون حريص على المعنى. بس طبعا جوليان قال شحادي المحترمين بالجمع، انت بتعرف انه مش كل التراتيل فيها هالاشكال، يعني غالبيه التراتيل بتقراهم بالكتاب الطقسي بتفهمهم، يعني احيانا تمرق شغلة انت بتشك فيها شو المقصود هيك ولا هيك، يمكن يكون احيانا خطأ مطبعي حاطين كلمة محل كلمة. فاذا اللي عم يلحن طلع عنده شك وهو ما بيعرف يوناني، بيسأل الناس اللي بيعرفوا، خلصت الحكاية. انا اول ما عملت البراكليسي الصغير عملته وزن بدون قافية على فكرة، لانه هو باليوناني ما في قوافي، بالصدفة بتطلع لها جملتين هيك ما بيكون مقصود، بيطلع انه مثلا منتهيين بنفس الفويال. بس بعد ما عملته وبلشت بدي انشره عشوائي، يعني التسجيل سجلته وكل شيء وبلشت اعطيه لاصحابي، بعدين ثقبت عملت، ما بقى اتذكر اذا باراكليسي يعقوب الحماتوري قبل ولا سيدة كفتون قبل. هذيك الفتره عملت هات اثنين ولا بفتكر كفتون قبل. وقت انا عم الف وانا اصلا بنظم شعر عربي، ما بعرف ليش حسيت انه اذا بزيد القوافي بعطيها جماليه اكثر، وانقبلت يعني الرهبات قبلوها رهبات كفتون. بعدين سمعوها رهبان حماطوره لقيوها حلوه كثير، وقال بدك تعملنا الحماطوري. كان معمول يعني الباراكليسي مترجم وكل شيء، عملته وزن وقافي. بتجاوبك على اول سؤال، مزبوط انه بتكلف تعب اضعاف، يعني اهين بكثير علي اني اوزن وما انتبه على القوافي. موضوع القوافي يعني كثير اصعب، وخصوصي بالقوانين، لانه ما معك كثير كلمات، الكلمات قليل، وبهالكلمات قليل بدك تضبط وزن وقافيه، وبصير بتصير مجبور تتصرف بالنص اكثر على فكره، تزيد
مثلا صفه او شو يعرفني فيها، فيها كثير تعب. بعد ما رهبان حمطوره صراحه لهم الفضل بهذا الموضوع، بعد ما سمعوا القوافي وبيعتبروا انه كمان طراكليسي يعقوب الحمطوري نجح ورتلوه حبوه وسجلوه هيك، قالوا من هلا وبالرايح ممنوع بقى تعمل طراكليسي مش بالقوافي. وهيدي اضطهدنا عليها انا وياهم، يعني في اصحاب الساده بعض المطارنه اعتبروها انه شيء، يعني صراحه ما اعتبروا انه كانه واحد انه عم يركز على الاسلوب اكثر من المضمون او شيء. بالحقيقه هي شعر، وانا معود على الشعر العربي انه في قافيه، بحبها كثير للقافيه، بس انتبهوا ما بحب القافيه بلا وزن، يعني لازم تكون مع وزن والا بتطلع مجرد سجع عادي يعني. وبتطلع احيانا سمجي، يعني اذا تحسها مصطنع، عرفت كيف؟ مصطنع. اذا بتجي بمحلها بتنجح حلوه، والا بلاها احسن. بس بدي اقول لك شيء، ما بكل الاوزان انا بعملها تحديدا بالباراكليسي. ووقت اللي عملت طربريه مربطرس بحب المسيحي راعي الخرافه غدوت، كمان لاني انا عم الفها تاليف، رحت لها سيستم قوافي كمان تفسدوا اخوتنا كمان المرتلين انه يلا لازم كل القطع على هالوزن. بس صراحه لا، ما بعمل هيك، يعني اول شيء جهد بغير محله، وبعدين بيعرقل الشغل، عرفت كيف؟ يعني ما بيمنع انه نرتل نحن القطع موزونه، ومش ضروري تكون فيها قوافي، مش ضروري القوافي منها منزله ومش موجوده اصلا بالاصل اليوناني. هذا اذا بدك قيمه مضافه عملناها نحن بالباراكليسي، واحيانا اذا زبطت معنا بشي وزن زبطت، ما زبطت ما مشكله. وزن ثياس بيستيوس كمان عملت له تركيبه، اخترعت له تركيبه قوافي يعني. بس انه انا يعني سامع كثير شهادات مع يعني مرتلين ومؤمنين انه بينبسطوا كثير وبيرتاحوا بس يكون في قوافي. وفي ناس عن طبعا عن حس النية، مش انه عم ينتقدوا، بس انه بيحسوا لشو هالتكليف يعني او التكلف الزيادة. اول شيء بدي اقول لك انه اول مرة حدا بيسألني هالسؤال فعلا، بس كويس انه انسأل. وبعتقد انه لا، ما في نص يعني، لانه ما انطرح من قبل، عرفتي؟ ما في نص بقصد حرفيا بيقول يمنع تلحين التراتيب باللغة المحكية. أنا على الأقل أنا ماني مطلع عليه وما بعتقد موجود، بس من روح القوانين الكنسية بقدر جاوبك، مع أني غير متخصص في القوانين، بس حسب اطلاعي عليها أنه العبادة بتكون بأجمل ما عند الإنسان يقدمه للرب، يعني هي ذبيحة. التسبيح، الترتيل عموماً، الطقوس، الخدم الليتورجية، هي ذبيحة. مش بس الإرباني ذبيحة، مش الذبائح الدموية هي ذبيحة، كل ما يقدمه الإنسان هو ذبيحة لله. وقت كانوا يقدموا بالزمان ذبائح المواشي، كان مفروض يقدم الإنسان أفضل تنقول عجل عنده، مش إنه العجل المريض اللي بده يموت بعد شوي، يقدم العجل اللي أحسن شيء صحته عنده، لأنه بده يقدم أفضل ما عنده لله لحتى يعبر عن ولائه وعن احترامه لقيمة هالإله بنظره، إنه أنا قد ما أقدم له بالنتيجة منو شيء، يعني ربنا أعظم بكثير وما في ذبيحة بتليق فيه. كم بالأحرى إذا بدي أقدم له أقل شيء عندي؟ لا، بدي أقدم له أحسن شيء عندي. مثلا في بعرف في مؤمنين كثير ما بيقبلوا يحطوا بأنديل الزيت ببيتهم زيت قديم، انه بيجيبوا الزيت الجديد الاحسن واغلى زيت، يعني هي ذبيحه. وقت بدنا نجي نرتل بالكنيسه بتواضع، اذا حسيت حالي صوتي منفر للمؤمنين ما لازم اقدم على الترتيل الجماعي، برتل وحدي بالبيت. بالترتيل بالكنيسه بده يكون صوت يرغب المؤمنين، يساعدهم على الخشوع، يقبلهم الصلاه مش ينفرهم من الصلاه. كل شيء بنقدمه هو ذبيحه لله، والذبيحه يجب ان تكون نقيه. الإرباني اللي بدي جيبها بتنعمل بأحسن قمح، وبتكون ريحتها بتشق القلب، مش نحن ننبسط بأكلة بعد القداس، لأنه للرب لازم أقدم له أحسن ما عندي. بتكون إرباني نظيفة ومرتبة، اللي الخوري بده يعمل عليها ذبيحة
هتكون كتير منيحة يعني، وبيكون أفضل إذا بتنعمل خصوصي بالبيت أو حدا متخصص يعملها إلى آخره. المهم، فأنا عم بجتهد تعفاف يعني، أنا لأني تفاجأت بالسؤال وماني محضر له، بس ما أنك سألتي احتراما لألك يعني، أنا رح جرب أعطيك وجهة نظري الارتجالية. هلأ أنا ما بدعي إنه رأيي منزل، طبعا في ناس أهم مني بهالمجال، بس أنا بقول إيه لازم نرتل بالفصحى. طبعا معك حق إنه العامية أقرب للقلب، بس بتعرفي إنه الفصحى فيها تكون قريبة كتير إذا نحن عملنا إعادة صياغة لهالكتب هيدي وشلحناها الطاب القديم الرسم كتير إلى آخره وكتبناها بلغة قريبة. اليوم بتعرفي أنت في فصحى تستعمل بالصحف وبالتلفزيونات، فصحى مقبولة كتير ويعني قريبة كتير للعامية. ليش؟ لأنه العامية صحيح هي عفوية وقريبة للقلب وهيك، بس مش رسمية. يعني كيف مش رسمية؟ قد تعرض قائلها أو كاتبها إلى الاستهتار والاستخفاف، إنه عم يحكي بلغة كل يوم تبع بدنا نشرب فنجان قهوة إلى آخره. واسمحي لي أعطيكي من خبرتي الكهنوتية المتواضعة، أنا بسنة الـ 93 1993 صرت خوري، وكنت بالبداية حضر الوعظة أكتبها وأقراها بالفصحى. هذا اللي المثل اللي عم أقوله بأيد رأيك أنت، بس مش عن الترتيل، عن الفرق بين المحكية والفصحى. بحس أني عم أقدم وعظة ثقيلة وعقد قيمة اللاهوت اللي بدي أعبر عنه. احتكيت بالناس، كنت بعدني خوري جديد، بلشت زور الناس وإلى آخره، اكتشفت في ناس أجانب، يعني مثلا مرأة أجنبية مجوزة بلبنان وبالكاد تعرف تحكي دارج، ما بتفهم شي فصحى. اكتشفت انه بين الختيارية في ناس شبه أميين ما بيعرفوا شي بالفصحى، واكتشفت انه بالجيل الجديد في ناس ما كتير بيقروا وثقافتهم انجليزي او فرنسي ما بيركزوا على العربي. يعني وقت عم اقول انا وعصي بالفصحى 50% من شعبي ما عم يفهم شو عم اقول. فاضطريت هون، انا معك بهالفكرة، يعني انا ماني ضد اللغة المحكية، وعلى فكرة انا كمان بكتب شعر بالمحكية مش بس بالفصحى، باحترمها كتير للغة. بس اي لغه هون بقى بدنا نفتح كوتيشن، هذا ما في له محل هلا نحكي، ان شاء الله بنبقى نحكي انا وياك. انه حتى الدارجه المحكيه بلبنان عشرات اللهجات، وفي منها رسمي وفي منها مش رسمي، كمان صارت هي فصحى جديده اذا بدك. هلا هذا بالمطلق بقول لك ممنوع؟ لا مش ممنوع، يمكن يوصل وقت تتكرس احدى لهجات اللغه المحكيه كلغه فصحى جديدة من اللغات الرومانسية بسموها، اللغات الأوروبية وغيرها يلي هلأ محكية بالبلاد الأوروبية. هي كانت لهجات ديالكت من 300-400 سنة لورا، بعدين مع الوقت بطلوا يحكوا اللغة اللاتينية أو اللغة الفصحى بنظرهم هن اللي كانت عندهم، وتحولت اللغة المحكية إلى لغة مكتوبة يكتبوا فيها شعر وهيك، وبالتالي صار مقبول. هلأ بأمريكا عندهم خبرة شبيهة، أول ما راحوا من أكثر من 100 سنة ترجموا الكتب الأساسية الطقسية للإنجليزي تقريهم بلغة شكسبير، وكل التراتيل رتلوها هيك يعني، وكأنه أنه لازم يكون في تقل باللغة. وبتجي هلأ بتقولون دي يعني بس هلأ مفروض أنه نحن نقولهم باللغة المعروفة الإنجليزية. هلأ في ناس بيرفضوا حفاظا على المش القدسية، على الرسمية، انه خليها لغة رسمية تقيلة وكذا. انا ماني مع التطرف بالرسمية ولا مع الاسفاف، يعني انه نبيخها لنصوص الصلاة كتير. ممكن مثل ما قلت لك يعني بالوقت الحاضر ماني شايف او احلى من انه نحافظ على لغة فصحى قريبة من الناس، فصحى قريبة الى ان يمكن يوصل وقت يصير في عامية مقبولة. بس بدنا ننتبه يا عفاف انه إذا نحن عملنا رتلنا بالعامية اللبنانية إيش بيقولوا تبعين بغداد وتبعين مصر، بس إذا واحد يحكي عربي بتونس مثلا صار أرثوذكسي كيف بده يرتل؟ بدنا نصير نفرض اللغة اللبنانية على كل العربين، معقولة؟ بالغنية بتصير الترتيلة أصعب. وقت قيادت 100% بالأوزان التقيت بأبونا رومانوس بالبلمند وعم خبروا عن شو عم بعملوا هيك، اعطاني فكره عن انه باليوناني وقت هلا وقت بيلحنوا هن على الوزن
في هامش من هامش من الحريه، قال لي فيك تتصرف في الوزن. قلت له عن جد انا مفكر انه هي مسطره ممنوع زيح عنها بالمره. هو اول من نورني على هالنقطه ابونا رومانوس، هو اصغر مني بالسن على فكره ودرس موسيقى بعدي، بس هو فات بالعمر. فتشجعت بكلمته، قلت له انا حتى الاثيوبي ما بشيله، لانه بحس انه هيدي ركبه هيك مزبوط. ما كنت عارف انه في عده انماط لتلحين الوزن الواحد. ابونا رومانوس جبران اول من علمني هالشغله هيك.